اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فيس اوف. خلصنا العيد، اخذنا اجازه حلوه، اتبسطنا مع احتفالات العيد ومع اهالينا، ويا رب تكون كانت يعني اجازه حلوه. دلوقتي عايزين نرجع للترندات اللي كانت خلال العيد وخلال الاجازه دي. اكتر بوست كان الناس بيعملوا له شير، هو مش بوست حقيقه، هو خبر. في استاذ فاضل مدير مدرسه اسمه الاستاذ سليمان محمد عبد الحميد. ناس كتير كانت بتشير بقى البوست بتاعه، بوست اللي الناس كانت بتنعيه فيه. ده راجل فاضل انتقل رحمة ربه، ربنا يرحمه. اللي حصل حاجات غريبة جدا، انه اخبار صحفيين كالعادة، الصحافة اللي ما بتتحراش الدقة. انا كصحفي المفروض ان انا لو سمعت خبر او وصلتني اي معلومة ان انا اتحرى الدقة، اسأل اهل المتوفي، ابنه، بنته، ارجع وتأكد من المعلومة. صورة الاستاذ الفاضل قدامنا على الشاشة، حقيقة وفاة مدير مدرسة صفت الشرقية اثناء عمله اليومية. بصوا الخبر ده غلط من الاول، ده الخبر اللي خدوه بقى الناس وقعدوا يتكلموا عنه عشان عايزين يكسبوا تعاطف للراجل ده. الراجل قالوا ان هو عامل باليومية، شغل مش عيب، مبدئيا شغل مش عيب، ولكن هو مش شغلانته دي. صحفيين اخدوا الخبر قالك هو مات من كتر ما هو تعب ومن كتر ما هو شقي في حياته. هو كان مدرس او مدير مدرسة الصبح وبيشتغل في اليومية، يعني هو بيروح يعني موقع بناء وبياخد اجره باليوم، عامل بناء ماشي، ولكن للصراحة مش دي الحقيقة. الصحفيين غلطوا جدا بسبب ان هم بس عايزين ان حد يدوس على اللينك عشان يدخل ويتفرج ويجيب لهم فيوز اكتر ولايكس اكتر، وده عيب جدا. ابن الراجل المحترم طلع وقال لا، انا بابايا ما كانش بيعمل باليومية، انا بابايا ربنا يرحمه كان مدير مدرسة محترم ومعروف مدرسته، ناس كلها بتحترمه، ولكن هو من زمان كان متخصص في البناء، يعني هو عنده اكسبيرينس وعنده الخبرة في مجال البناء، ولكن في صحفي معرفش كتب كده ليه وكانت غايته ايه، وصحفيين بقى ايه خدوا الخبر من واحد لواحد لواحد مع بهارات، وصلت في الاخر ان الناس بقت بتترحم على الراجل عشان هو تعب جدا من العمل باليومية، ومورينا ان ايه مدير المدرسة ده كان مظلوم جدا وكان مش واخد حقه. يعني بدل ما اهله كانوا زعلانين عشان هو توفاه الله، هم زعلوا اكتر بسبب الاشاعات الغلط اللي الصحفيين كتبوها. بعدين بعد كده، بعد ما انتشر الخبر ده، اللجنة النقابية للمعلمين المنيا طلعت ونفت ده تماما، وقالت هو استاذ فاضل كان مدير مدرسة وهو ما كانش بيعمل باليومية. وبعد كده رجعوا بقى يشيروا انه الراجل ما كانش يعمل باليومية، انتوا كده اصلا دخلتوه اصلا، يعني الراجل خلاص توفى، مش هنبطل ان احنا نعمل ده، مش هنبطل ان احنا كل ما حد يتوفى ما نتحراش الدقة عنه ونقعد ننشر، دي اسمها صحافة صفراء. دلوقتي بيتعرض قدامنا على الشاشة البيان اللي أصدرته اللجنة النقابية للمعلمين بمنيا، وقالت فيه إنه هو بيتعرض قدامنا على الشاشة دلوقتي، وطلبت ساعتها من وسائل الإعلام إنه يا جماعة اتحروا الدقة في الأول عشان أنتوا كده بتزعلوا أهل المتوفي وبتزعلوا ناس كتير، يعني بس عشان الترند وعشان الفيوز. ربنا يرحم الأستاذ سليمان محمد عبد الحميد يا رب، ويتغمدوا برحمته. بتمنى ان احنا نتحرى الدقة يا صحفيين، عشان الصحافة مهنة محترمة جدا، فبليز نبطل من الحاجات دي. الخبر التاني برضو حاجة مهمة جدا، كل صيف بتحصل. عندنا صيف 3 شهور، الناس كلها بتروح مصيف. المفروض المصيف بالنسبة لناس كتير بقى الساحل، ساحل بين قوسين عشان ايه هو الترند. مين قال ان مصر ما فيهاش غير الساحل؟ انتوا عارفين انه وصلنا لمرحلة لو طفلين في مدرسة مثلا، انا لو ابني في المدرسة وصاحبه بيسألوا بعض رايحين فين، رايحين الساحل. انتوا عارفين مثلا لو طفل ما راحش الساحل ف
بجد في ناس تبص له ايه ده، ايه البيئه دي، ايه البيئه ده، فاهمين انه لا احنا بنروح الساحل. تعرفين ان في ناس بقت بتفكر كده؟ مصر جميله جدا، فيها مناطق سياحيه فظيعه، ليه مركزين على الساحل تحديدا؟ انا حقيقي لو قعدت اتكلمت او عدت المناطق السياحيه في مصر عمرها ما هتخلص من كتر جمالها. انا عن نفسي ما بحبش الساحل مبدئيا، واللي لفت نظري في الموضوع ده جوري بكر. انا عن نفسي انا بحب جوري جدا، وانا عموما ما بحبش ان انا استخدم صحابي صراحه، عشان الناس دلوقتي هتفتكر ترند ومش عارف ايه. انا بحب البنت دي جدا عشان صريحه جدا، لما بتكتب بوست او بتقول كلمه او بتنزل ستوري بتعمل جدل من صراحتها، عشان هي صريحه وواضحه. كانت معترضه على اسعار الساحل، انه بتقول لك ازازه الميه ب 200 جنيه وهي عن نفسها اصلا ما بتحبش الساحل. انا عن نفسي انا بعمل زي ما بتعمل جوري بالظبط، لو في مكان بجد الاسعار بتاعته اوفر للدرجه دي، يعني ايه ازازه ميه ب 200 جنيه؟ لا حقيقي ايه ده؟ حضرتك انت بتفتح 3 شهور عايز تدفع الناس اللي عملوه في سنه؟ يعني انا ذنبي ايه ان انا ادفع الايجار وادفع عشان انا عايزه اطلع اتبسط مع عيلتي مثلا، ان انا ادفع ايه 200 جنيه ازازه ميه؟ في حاجات لا غير، يعني غير طبيعيه. وحوار الاطفال برضو عمال بنشوف 13 و14 سنه، فين الاهل؟ فين الاهل اللي عمال بتربي؟ يعني ايه بنتي انا 12 و13 الصحاب وشلل وحاجات؟ هو احنا كنا كده؟ عمرنا ما كنا كده. هو ده الجيل اللي هيربي بعديه جيل؟ بجد هنا والله العظيم لفتت نظري لنقطة مهمة جدا. أنا دايما بحب إن أنا أشوف عيال متربية، عيال محترمة نفسها، بتحترم أهاليها. في انفلات غير طبيعي. الأهل فين؟ الأهل اللي بتربي فين؟ خدوا بالكم من عيالكوا، عشان لما هيحصل لهم حاجة بعد كده أنتوا اللي هتقعدوا تندموا وتلطموا أنتوا مع نفسكوا. خدوا بالكوا يا ناس من عيالكوا، الولاد والبنات. مش عشان بنت انا اخد بالي منها، ولو ولد خلاص عادي ويروحوا يتاخر مع صحابه ويعملوا اللي هم عايزينه، مش عشان اجازه يعملوا اللي هم عايزينه، لا خدوا بالكم من بناتكم ومن عيالكم الاثنين. خليني دلوقتي عايزه قبل ما ارجع للفقره الثانيه، خلوني اطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا لكم تاني من بعد الفاصل. الحقيقه ان معظمنا كبنات وستات بيهتموا قوي بشكلهم الخارجي، وده مش عيب، بالعكس ده حاجه مهمه جدا، ولكن بينسوا الجزء الاهم وهو النفسيه اللي مبني عليها باقي الابعاد اللي هتكملك كانثى. عشان كده ضيفه حلقتنا النهارده دكتور دينا نعوم، استشاري الطب النفسي. اهلا بيكي يا دكتور. نورانا. دكتور، بدايه في سؤال دايما الناس بتساله، هل حقيقي يقال انه 40% من، يعني الفرق بين الستات والرجاله، ان الستات بيبقى عندهم امراض نفسيه اكتر من الرجاله بنسبه 40%؟ لا بصي، هو الرقم ده خادع شويه. خادع لانه في كذا فاكتور، يعني في كذا سبب مخلي الرقم اعلى. هو مبدئيا مش 40%، هو تلتين، يعني الست بيجي لها الحاجه اكتر، يعني تلتين بالنسبه لتلت الرجال. دي اول حاجه. يعني الستات تلتين والراجل الرجاله تلت. ليه بقى؟ علشان اكتر مرض شائع في الامراض الطبيه كلها الامراض النفسيه الاكتئاب والقلق. الاكتئاب والقلق بيمثل حوالي 60% من كل الامراض النفسيه، واللي بيجي بسبب الراجل. لا مش عشان كده. هو عشان اكتر حاجه شائعه، وهو ده المرض الوحيد اللي عند الست بيبقى اعلى من الراجل بسبب تغيير الهرمونات. فعشان كده بيحسب ان الرقم اعلى بكتير قوي. الحاجه الثانيه طبعا ان في رجاله كتير مش بيلجأوا للطبيب او بالظبط، فممكن ما يتشخصوش صح، عشان كده الاستاتستكس مش مظبوطه قوي، ما بيغلطوش، ما بيعملوش، فاهمه؟ هو احنا دايما احنا السبب، فاحنا اللي لازم نتعالج مش هم. لا، هي الست فعلا بتبقى مشاعرها ممكن تكون، بس ده حقيقي، الرجاله دايما صح. يعني
بيبقى على حسب الشخصيه برضه. حقيقي. طب دكتور، يمكن لحد النهارده احنا بنشوف انه في ناس كتير يعني بيقول لك انه الدكتور النفسي او الطبيب النفسي يعتبر رفاهيه. يعني انا ما اتفقش قوي في الموضوع ده، بالذات لو هو طبيب نفسي يعني، لان ده طب زيه زي اي مرض عضوي على فكره. ودي يمكن الحاجه اللي مش كل الناس واصله لها، انه زي ما بيبقى في لخبطه في الانسولين للناس اللي عندها سكر، في لخبطه في كميه المخ للناس اللي عندها اكتئاب. اوكي، فاشمعنى ده رفاهيه وده مش رفاهيه؟ يعني انا لو رحت للدكتور ظبط لي السكر بتاعي تبقى رفاهيه؟ لا. طب ليه لغايه دلوقتي يعني؟ بس في حلقه قبل كده انا كنا اتطرقنا لاحدى الفنانات بتشيل الحجاب وبترجع، بتشيل الحجاب وبترجع، فهي حجابها مرتبط ب يعني بتحسي ان هو مرتبط بحاجات تانية بعيدا عن الدين. فانا ساعتها يعني قلت ان انا كساره انا لجأت قبل كده لدكتور نفسي، ولغايه دلوقتي انا اي مشكله انا بروح لدكتور نفسي عادي. فلما يعني نصحتها ان هي تروح لدكتور نفسي، حسيت باهانه؟ لا، انا يعني حسيت الناس بتهاجمني انا، يعني هم بيعتبروا ان انت مش عشان انت بتعملي كده فانت تقولي لغيرك ان هو يعمل كده. انا والله كنت بقولها عارفه اللي هو عادي، انت لازم تعرفي انت ايه المشاكل اللي عندك اللي بتخلي ده يحصل، حالتك وصلت لهنا ليه. فتعرضت لهجوم فظيع. ليه لغايه دلوقتي احنا شايفين ان ده عيب؟ بس ده ثقافه اكتر، الكالتشر بتاعتنا، الوصمه بتاعت الطب النفسي، بسبب في جزء كبير ليه علاقه باهالينا وليه علاقه بافلامنا. دي برضو مشكله، لانه يعني دايما بنطلع الدكتور النفسي بيعالج المجانين. المجانين بالظبط، بتاعنا مش طويل انا طويل وازعى والحاجات اللي بيعملوها دي، وعندي شعره والحاجات دي، فبتعمل وصمه كبير. لكن هو الحقيقه ان المرض النفسي زيه زي اي مرض عضوي تاني. في فرق ما بين ان انا اكون متضايقه، ان انا اكون عصبيه، ان انا اكون مقريفه، متوتره شويه، وان انا يكون عندي اضطراب نفسي. حتى كلمه مريض نفسي دي انا بحسها حاجه وصمه. يعني ايه مريض نفسي؟ وفي حاجه اسمها يعني، هل احنا لما حد بيبقى عنده سكر بنقول عليه مريض السكر، ولا بنقول ان هو عنده مشكله سكر؟ اضطراب. مش لازم نعمل ليبل، لانه هو ممكن النهارده يبقى عنده مشكله. دي بتخوف الناس اكتر. بالظبط، النهارده عنده مشكله بيتعالج منها، بيخف، وما بيبقاش اني مور مريض نفسي. صحيح. بس طيب. فده بيفرق دكتور. في دلوقتي يعني مثلا كان في مسلسل في رمضان، كان في مشهد كده البنوته هي عمال بتتكلم، بقت بتنهج كتير قوي قوي، ولدرجه ان هي بجد تحسي ان لسانها اتربط. وبرده حصل انه في مراسله في احدى القنوات برده ما بقتش قادره على الكلام خالص. فليه بقينا دلوقتي حاسه انه مشاع اكتر، او بقى موجود اكتر الحوار ده، انه واحده تفقد النطق؟ يعني ساعه المشهد ده ناس كتير قال لك ايه ده ايه ده ايه الاوفره دي، هو مفيش حد بيحصل له كده. ممكن توضح لنا؟ لا، هو الحقيقه فقدان النطق لما بنتحط تحت ضغط جامد ده موجود من زمان قوي، بس يمكن ما كانش بيتسلط عليه الاضواء برضه. يعني من وانا صغيره خالص، في نايب صغير في الطب النفسي، واحنا كان الحالة الوحيدة اللي بتصحينا الساعة 5 الصبح في الاستقبال ان حد جاي مش عارف يتكلم، او حد جاي مش عارف يمشي، حاسس ان هو اتشل فجأة. هي الفكرة زي ما بقولك، الناس ما كانتش واخدة يعني ما تبصش، ما كانش في عليها سبوت. بالزبط. هي كانت موجودة من زمان. ولكن بس هي القصة دي زي ما يكون رد فعل هستيري لضغط شديد عليا فبتتربط. لكن ده مش مرض نفسي. يعني ده حاجة، في فرق كبير قوي. هو يعني ده ناتج عن الضغط النفسي. يعني انا ممكن لما اتضغط جامد جدا اعيط، حد تاني لما بيتضغط جامد جدا بيصوت، حد تالت لما بيتضغط جامد جدا بيدخل الاوضه وبيقفل على نفسه مش عايز يكلم حد، حد رابع جسمه بيشتكي لانه مش عارف يقول هو حاسس بايه. فهو بقى وحظه، ممكن الاعراض الجسدانه دي ان انا احسي مش عارفه اتكلم خالص، ان انا مش عارفه امشي، ان انا مش عارفه اشوف. بس كل ده حاجه نفسيه، يعني احنا وانس اللي احنا هدناه القصه دي بتختفي. طيب دكتور، ردود الافعال، بس زي ما حضرتك قلتي انه انا رد فعلي بيختلف عن رد فعل اي حد تاني، ايهما الاقل ضررا؟ يعني دايما لما تشوفي حد بجد زعلان بيقولوا له زعق، عيط. مش تشوفي ناس كده مثلا، انا لو كنت متضايقه مثلا تقول لي عيطي صاحبتي، عيطي هتستريحي. حقيقه انا عايزه اعرف هل ده الكلام صحيح؟ بصي، مفيش حاجة أقل ضررا وأكثر ضررا. هو في حاجة اسمها أنا مناسب ليا إيه لما أبقى حزينة، أو لما أبقى زعلانة، أو لما أبقى غضبانة. طبعا فكرة إن أنا أعمل ايموشنال إكسبريشن، إن أنا أطلع مشاعر اللي أنا حاسة بيها، ده جزء مهم في إن أنا الناس تفهم أنا حاسة بإيه، فالمشاكل هتقل بعد كده.
غير لما يكون حد سايلنت مش بيبين اي حاجه، فممكن مثلا في ظروف وحشه ان انا ما بينش خالص اني متضايقه، فالناس ما تاخدش بالها. مش بيأثر نفسيا اكتر؟ ممكن يأثر نفسيا اكتر، ممكن هي تبقى مرتاحه كده اكتر، يعني هي مش حابه ان اللي حواليها يبقوا عارفين انها في فتره هي ضعيفه فيها. يعني ما فيش حاجه اقل واكثر ضررا، هي في حاجه انه هل ده اذاها بعد كده ولا لا، عشان لو اذاها نحاول نغيره. ساعات الناس اللي بتصوت جامد بتتاذي اكتر، يعني انا لو طلعت مشاعري يعني وانا في شغلي مثلا ممكن تقسي صح واحملي الصوتيه عشان اريح، ينفع نقول صوتي لكن لازم نعمل كنترول على مشاعرنا في الوقت ده. لكن لو حابه ان انا اطلع مشاعري مع حد في كومفورت زون بتاعتي مرتاحه معاه، افرض انا طلعت مشاعري مع حد هو مش يعني مش مهتمه بيا، افرض هتضايق اكتر كده، افرض يعني ما احترمش مشاعري، كل حاجه كده هتضايق اكتر، بيبقى ليها موقف. طب دكتور في حاجات بتتميز فيها الستات اكتر عن الرجاله؟ يعني هل في مرض او في اضطراب بيصيب الستات اكتر من الرجاله؟ الحقيقه هو اكتر امراض بتصيب الستات اكتر من الرجاله هي الامراض الاكثر شيوعا عامه، اللي هي اضطراب القلق، اضطراب الاضطرابات اللي هي ليها علاقه بالاكتئاب وبالمزاج، باللخبطه المزاجيه، واضطراب مثلا كارب اللي هو البي تي اس دي اللي هو ما بعد الصدمه، كارب ما بعد الصدمه، كل الحاجات اللي ليها علاقه بالضغوط او بانه في حاجه احنا مش عارفين نتعامل معاها بطريقه هاديه في مشاعر. ليه؟ لان الست، خلينا نتفق ان الست عندها فيه هرمونز بتاثر على مشاعرها، وفي امراض معينه خاصه بس بالست، يعني الحاجات اللي ليها علاقه بالبيريد او بالحيض او ما هو كده. انا كنت عايزه اسال حضرتك، هل الولاده صدمه؟ لا مش صدمه، لخبطه هرمونات. ايوه هي لخبطه هرمونز، بس في حاجه تانية دايما بشوف بنات، انا بتمنى ما يحصليش كده، انه بيقول لك بعد ما ولدت هي حاسه ان هي مش ده مكانها، يعني هي بتبقى مستنيه ده، ولكن بتشوف بيبي هي يعني مسؤوليه، بتخاف من الصدمه دي، المسؤوليه بتعتبرها صدمه، فبيحصل لها اكتئاب. هل دي فقط لخبطه هرمونات ولا حاجات تانية؟ هو طبعا في مرض اسمه مرض الاكتئاب ما بعد الولاده وده لازم، مش كل الناس اللي بتولد بتتعرض ليه، كل حقيقي. الناس بتتعرض لحاجه اسمها بوست نيتال بلوز. بلوز يعني ان انا مزاجي يبقى مقريف، حساسه، بعيط اسرع، ما بنامش كويس، ما باكلش كويس، في بيبي جنبي، اتحملت مسؤوليه، فده عادي. لكن اقلق لما يقلب يعني كرايتيريا معينه او دلالات معينه بتقول لا احنا بقى عندنا اضطراب اكتئاب. الاكتئاب ما بعد الولاده ده مرض سخيف جدا، سهل جدا في العلاج، وللاسف ان هو محدش بياخد باله منه، لان هم دايما بيحطوا الوصم بتاع هرموناتها متلخبطه، ما انت كل الناس بتسهر مع ابنها، بس مش كل الناس بتفكر مثلا انها عايزه تنهي حياتها. دي حاجه لازم ننوه عنها، سوري يا دكتور، انه في حموات كتير ما بيقدروش ده، في حموات كتير وانا شفتهم تقول لك ما كلنا خلفنا، كلنا رضعنا، كلنا ربينا. في حموات وفي امهات كمان مش بيقدروا. ايوه يعني بتبقى مثلا مرات ابنها هي بجد مكتئبه، يا جماعه قدروا، عشان ده حقيقي، ده اضطراب مش هين، ده في ستات بعدت عن عيالها 6 و7 شهور ولا تقدر ترضعهم بسبب بجد. في اسوأ من كده كمان، في اسوأ من كده بكتير. بس انا بيستفزني الست اللي ما بتقدرش، اللي بتشوف مرات ابنها ايه الدلع ده، ما احنا كلنا ربينا. لا انت حاجه، هي هرموناتك حاجه، وهي صح حاجه صح. فدكتور ممكن معلش ما اننا اتكلمنا على الموضوع ده، انسب علاج برايك ايه؟ الاحتواء، علاج اللي هو انت، احنا بنتكلم على الزعل اللي بعد الولاده. أيوة. العادي ولا الاكتئاب الحقيقي؟ الاثنين. الاكتئاب الحقيقي، ما الاحتواء ده حاجه جميله جدا وكل حاجه، بس احنا لازم نروح للمتخصص، لان لازم. ده مش هزار. يعني القصص الفيري رير، النادره جدا، اللي بنسمع ان في ام اذت ابنها او هجيلك للنقطه دي، مستنيه. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي فاهمه بتبقى حاصله، ان انا وصلت لاعراض اكتئاب شديده جدا، تقييمي للامور ابتدى يتلخبط، رؤيتي للحياه ابتدت تتلخبط بجد، لدرجه ان انا حاسه ان ما ينفعش انا وابني نبقى عايشين في الدنيا دي. فانا مش معقوله همشي واسيبه، فانا هاخده معايا. ما هي دي يا دكتور، هل يعقل ان ام تقتل ابنها؟ هو لا يعقل، بس هو الموضوع ملوش علاقه بالعقل، هو ليه علاقه بانا اي ام بيرسيفنج، يعني انا بستقبل الاشارات ازاي بسبب مرضي، مش بسبب ان انا مضغوطه. عشان تاني، دي لخبطه واضحه كيميائيه في المخ، وليها علاج كيميائي، بناخد ادويه علشان نتعالج. فما فيش حاجه اسمها هل يعقل،
لا، هو لو احنا بنتكلم على حد ما عندوش اضطراب مش هيعمل كده، لكن اللي عنده اضطراب هيعمل كده. دكتور، يعني ممكن يعمل كده. هو سؤال معلش، هو اعلى انواع الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه بنوصل للشيزوفرينيا؟ لا، ما فيش اعلى، هي انواع مختلفه. يعني في السايكوزس ده اللي هي اضطرابات الذهانية من ضمنها السكيزوفرينيا. دي اكتر حاجة عليها وصمة برضو، مع انها على فكرة هي حاجة مش كومن خالص. يعني هي 1% 1% من العالم عندهم سكيزوفرينيا. والله؟ طب يا دكتور ممكن يتعالجوا؟ بيتعالجوا طبعا، حسب بقى اهم حاجة احنا بنعالجه بعد قد ايه، الاعراض كان بقى لها قد ايه، وتعالجنا ازاي، كملنا على الدواء قد ايه. كل ده يعني بيفرق قوي في قصه ان انا اتعالج او لا. بالنسبه بقى للاكتئاب مثلا والقلق، 40% موجودين في العالم، فانت متخيله الفرق ما بين 1% و40% كبير قوي. طيب دكتور، في مسلسل ليه لا نيلي كريم كانت عامله دور علاقتها مع ابنها، ناس كتير قال لك لا ما فيش ام علاقتها كده مع ابنها. هل ده ليه علاقه باي حاجه نفسيه؟ بس انا لسه صدقيني بالصدفه جايلي النهارده حد يعني في العياده بيقول لي ان انا كل ما بشوف ليه لا ده بحس ان دي علاقتي بابني. يعني يعني هي نفسها بتعترف بده. يعني لا، هي الفكره مش مرض او مش مرض. ليه علاقه ان هي كونها ارمله او مطلقه كأم؟ يعني ليه علاقه بان انا ممكن اعمل استبدال، استبدال لدور معين انا وحشني في الحياه، من غير ما اخد بالي ان انا بستبدل حد تاني مكان. زي لو حد باباه مثلا توفى ان هو صغير قوي، هتلاقيه استبدل ده بانه دايما بيتشد مثلا في العلاقات العاطفيه لناس سنها كبير مثلا، لان هم بيعملوا غصب عنهم استبدال، هم عايزين حد يديني احساس ان هو ابويا مش بس ان هو يبقى جوزي. طب هل ده غلط يا دكتور؟ هو مفيش حاجه اسمها صح وغلط في الطب النفسي عشان نتفق على ده. اي حاجه ممكن تبقى صح واي حاجه ممكن تبقى غلط على حسب انا عايشه بيها ازاي. هي الفكره، هل انا العلاقه دي ابتدت تاذيني او تاذي ابني ولا لا؟ طول ما العلاقه مش اذياني ولا اذي ابني ولا اذي بعد كده مش هتاذي الولد. الولد بعد كده هيتجوز وهيبقى له بيت وهيبقى له حياه. علشان كده بنقول طول ما احنا مش بنتاذي يبقى العلاقه مش مرضيه. احنا بنقول ان العلاقه مرضيه لما يكون في اذى. اذى يعني ايه؟ يعني هو نفسه مشاعره كلها بقت مضطربه وناحيه مامته مش طبيعيه، ناحيه مامته اكتر ان هي مراته مش مامته. فلا اكيد ده هيبقى اذى للولد. طيب لو دلوقتي هي عايزه تتجوز وعايزه تعمل عيله، واللي عايزه اعرفه ان احنا ازاي نمهد للاطفال لابني لو انا عايزه اتجوز حد غير بابا، ممكن نمهد لهم ازاي؟ بصي، هو موضوع ان احنا نمهد، هو في الاخر مش دايما الطفل بيقبل في الاول. فاحنا لازم نقبل ده برضه. ده هو دايما ما بيقبلش. لا، في ناس بتقبل على فكره، في ناس بتقبل وفي ناس بتبقى نفسها في ده لما بتكون فاقده الدور ده في حياتها والشخص اللي مامته او باباها مختاراه يعني مرتاح معاه. بس ده برضه ليه علاقه بان انا مش متعود على كذا. فكده كده ممكن ابني او بنتي ما يقبلوش في الاول، ولازم انا اقبل ان هم ما يقبلوش. يعني انا ما ينفعش ان انا احرمهم من اي مشاعر هم يحسوا بيها. هم حرين في مشاعرهم، بس كل حاجه ليها حل. يعني كل حاجه بتيجي بالوقت، كل حاجه بتيجي بالتعود. بس برضو في حاجه مهمه، دور الام او الاب اللي هيعملوا كده، انا ما ينفعش برضو يبقى زي ما بنقول كده بناخدهم من الدار للنار. يعني انا ما ينفعش يبقى هم حياتي 24 ساعه بطريقه مرضيه، مش بهتم باي حاجه في حياتي غيرهم، وفجأة يلاقوني اختفيت منهم خالص وبقيت مهتمة بواحد تاني. لأن ده هيحطمهم هم نفسيا. فأنا لو من الأول واخدة بالي إن تربيتي متزنة، مش هيبقى التأثير وحش قوي زي ما لو أنا من الأول علاقتي بيهم مش متزنة ومعوضة غياب جوزي بولادي. حقيقي. عايزة أشكر حضرتك جدا جدا دكتور دينا نعوم. إن شاء الله هنتقابل تاني في حلقات تانية. شكرا جدا لذوقك. خلوني دلوقتي أطلع فاصل وأرجع مع فقرة جديدة. اهلا بيكم مره تانية من بعد الفاصل. فقرتنا دي اللي هنتكلم فيها عن مشكله بقت منتشره جدا بين كل الاجيال والاعمار،
وبما اننا كلنا بنحب الاكل جدا وبنكره التخن والسمنه، نفسنا ناكل كل حاجه بنحبها بس من غير ما نعمل ريجيم او دايت او نلعب رياضه. طب هنحقق المعادله الصعبه دي ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده من الدكتور اللي منورانا في الاستوديو، دكتور هبه العوضي، اخصائيه التجميل والليزر والتغذيه. نورانا النهارده يا دكتور. حبيبه قلبي انا مبسوطه قوي اني معاكي. انا اللي مبسوطه اكتر. في البدايه بس حضرتك عارفه ان في منتجات كتير للتخسيس وهنتكلم دلوقتي الفرق عنها، ولكن في البدايه عايزين نعرف هل ممكن حقيقي ان احنا ناكل براحتنا بس ما نتخنش؟ حلو قوي السؤال ده. هل ممكن ناكل براحتنا وناكل كل اللي احنا عايزينه بكل الاشكال وكل الانواع، او بمعنى اصح ان احنا نستغنى عن ورقه الدايت الشاقه اللي كله بيستصعبها، فبالتالي بيأخر فكرة انه يخس عشان بتقيدنا في بالزبط. حاجات بتحرمنا من حاجات، بتحرمنا من الاكل اللي هو متعة الدنيا. كل خروجاتنا واحنا شعب شرقي اكول بنحب الاكل واكلنا حلو خروجاتنا حتى مناسباتنا مناسبات الدينية حقيقي. كلها مرتبطة بالاكل، وخصوصا ان احنا طلعنا من العيد الكبير معظمنا زايد في الوزن. طب هل اعرف اني احافظ على وزني من غير دايت، من غير حرمان من الاكل، من غير دايت شاق، من غير رياضة شاقة، في نفس الوقت اخس واوصل للجسم اللي انا عايزاه، الجسم المتناسق اللي ما فيهوش ديفوهات، الجسم الرشيق اللي هو ما ابصش في المرايه واكره نفسي، عايزه ابص في المرايه واحب نفسي، عايزه لما اقف قدام فاترينا اختار اللي نفسي فيه، مش بتبقى الدهون اللي عندي جسمي بقى. هي اللي مقيداني. هي دي بالطبع. اعرف ازاي لو انا عندي فات او انا زياده عن وزني الطبيعي؟ اولا كل بني ادم حتى لو درجة تعليمه قد إيه هيحس أنها هتأثر على صحته، مش بس على مظهره الخارجي، هتأثر على صحته في النهجان، النفس اللي مش مريح. ما ده اللي احنا عايزين نعرفه يا دكتور من حضرتك. أضرار السمنة إيه؟ أضرار السمنة بوابة أمراض كتير قوي، مش بس إن هي بتبوظ شكل الخارجي يا جماعة، دي كمان بوابة لأمراض ومشاكل صحية أنا في غنى عنها، بحر أمراض أقلهم كده سرعة ضربات القلب، الضغط العالي اللي بيزيد مع الدهون، السكر الدم اللي بيعلى مع الدهون، النفس، النهجان، مش قادر امشي المسافات انا عايزها، عشان اطلع الدور بتاعي في التاني او التالت لازم اركب الاسانسير، ما اقدرش اطلع السلم، دهوني مش مساعداني، يبقى انا لازم اقدم حلول وتسهيلات واقعيه واقعيه بساعد بيها مريض السمنه عشان يقدر ان هو يخس بجسم مشدود. طب ده اللي انا عايزه اعرفه من حضرتك بقى، ايه اللي بيفرق الكورس بتاع حضرتك عن اي حاجه تانيه؟ حلو قوي. الكورسات العلاجيه اللي انا نازله بيها بحب اطمن بيها شعب مصر كله ان هي واخده تصريح وترخيص وزاره الصحه. وزاره الصحه دي اهم حاجه. اهم حاجه طبعا. ليه؟ على الشاشه اهو قدامنا الترخيص، ترخيص وزاره الصحه، وزاره ده مهم الصحة. جدا. أنا دي اهم حاجه الناس حاجة دايما بتسال عليها اول حاجه حقيقي، حاجه سكين كير، حاجه لون وشي، لازم اتاكد ان هي نالت ترخيص وزاره الصحه. دي اول حاجه. ممكن اعرف ايه اللي بيميز الكورس عن ان هي بتخلي اي حد عايز يخس انه يخس من غير دايت او حرمان؟ بسيطه اهي. بخليك تاخد كبسوله قويه جدا في سد الشهيه، فعلها امن جدا على جسمك مهما كان حالتك الصحيه، ضغط موجود، سكر موجود، مشاكل في الغده، المبايض، الكلى، الكبد، مهما كان حالتك الصحيه هتلاقي الكورس المناسب ليك اللي بيناسب حالتك، عشان كل حد بيناسبه حاجه بالزبط. احنا مش كلنا بنخس بنفس الدرجه بالزبط. مش كلنا عندنا زياده نفس الحاجه وعندنا اختلاف، واستجابه جسمنا للعقار مختلفه طيب. فانا عشان عارفه ميكانيزم بتاع الجسم او سيكولوجيه الجسم انا عارفه ان كل سن وكل حاله صحيه. من سن كام بقى يا دكتور؟ من سن البلوغ واتيفر بقى، من 12 13 سنه في الرينج ده. لو في اطفال وبيعانوا من السمنه تنصحي ان احنا ممكن نبتدي معاهم ولا لا؟ لا، نبتدي معاهم في حاجات عندي ضعيفه كده للاطفال وبتجيب نتيجه فوريه للاطفال، لان في سن الاطفال منتشره جدا ونسبتها كبيره في مصر. أوكي. انا عندي الكورس بيتكون من ثلاث منتجات اساسيه في علاج اكبر سببين للسمنه. ايه هم السببين؟ ايه هم السببين؟ شهيه بقى؟ مفتوحه قوي قوي قوي،
ومعدل حرق منخفض جدا جدا دي جدا. دي هحقق معادله دلوقتي يا ساره ازاي؟ الشهيه المفتوحه هقننها ل 80%، هتسد الشهيه، كميه الاكل والطواجن والرز والمكرونه يعني انا هبقى شايفه ده ومكلوف، هاكله هدوق معلقتين ثلاثه، المعلقتين ثلاثه دول بس انف يا دوب يدوني بنزين اشتغل بيه طول اليوم، وهحس ان انا شبعت وهشبع بكيفي وراضية ومبسوطة شبعانة ومش محرومة. وخلي بالك الكبسولة اللي بتسد معايا الشهية نتيجتها من أول يوم. بمعنى اشربي الكبسولة مع كوبايتين مية بعد الفطار، ملهاش أي سايد افكت يا دكتور؟ مستحيل يبقى ليها سايد افكت. السايد افكت لأن هي عبارة عن ألياف طبيعية تنزل المعدة بتنفش مع كوبايتين أيوة. ميه الفوليوم بتاعها يزيد اضعاف يملالي 3 ارباع حجم المعده. أوكي. وبذلك انا عملت تكميم طبيعي لمعدتي في البيت وانا قاعد مكاني. اسمحي لي يا دكتور في معانا مداخله. الو 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 ايوه مساء الخير ليلى. ازيك يا ساره عامله ايه؟ الحمد لله منورانا منورين الدنيا. اتفضلي. في دكتوره هبه منوره الدنيا. ازيك يا دكتور هبه؟ يا ليلى ازيك يا حبيبه قلبي؟ حضرتك عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وانتي بالصحه والسلامه. مش عارفه حاجه ممكن تفتكتيني ولا لا، قولي. بس انا تقريبا اخذت الكورس من عندكم من حوالي شهر. تمام. ومشيت عليه. عايزه اقول لك نزلت لحد دلوقتي 12 كيلو شهر الحمد لله من غير اي حاجه. ما شاء الله. عايزه اقول لك انا عندي مشكله في موضوع الاستمراريه ده، انك تكملي التخسيس معانا. بالظبط. كان عندي مشكله فظيعه ان انا كل مره ابدا يومين والاقي نفسي عزيمتي قلت. عشان خاطر انت معتمده، كنت زمان معتمده على الحرمان من الاكل فهتزهقي اوريدي. طبيعي هتزهقي. اكل في البيت الاقيني نفسي جعانه وانا تقريبا الوحيده اللي في البيت كله رفيع عندي، فانا الوحيده اللي مليانه. طيب قولي لي بقى الكورس عمل معاكي ايه في تقنين الشهيه، في سد الشهيه؟ بصي من اول يوم فعليا انا عايزه اقول لك يعني انا نفسي استغربتني. تمام. انا كلمت المتابعه في اليوم ده قلت لهم يا جماعه انا مش نفسي اكل، ده طبيعي ولا يعني يوم واحد بس ولا هكمل على كده؟ لا هو خلاص. قالوا لا لا ده هو يوم واحد يعني هتكملي على كده ما تقلقيش ده شيء طبيعي. فخلاني طول الوقت عماله اشرب في ميه. تمام. بالظبط. ونفسي مسدوده حرفيا. يعني عايزه اقول لك هم برضه لما بيجيبوا اكل قصادي او حاجه فبقاش نفسي ان انا اكل ده، وهو المطلوب. الحمد لله من اول اسبوع تقريبا نزلت حوالي 4 كيلو ما شاء الله. ما هو اول اسبوع بيبقى الصدمه اكتر اسبوع. انت بتشوفني انت خاسه. طب قولي لي 12 كيلو فرقوا معاكي وفي مقاساتك؟ فرقوا معايا في مقاساتي. وعايزه اقول لك ان انا كنت وصلت لمرحله اخيره مش قادره امشي في الشارع، حاسه ان انا بمشي بنهج في الشارع حبيبه قلبي. فكنت بحس ان انا مش قادره. عايزه اقول لك انا حتى ما بش عايزه اخرج، مش عايزه اجيب هدوم لاني انا ما كنتش بلاقي مقاساتي. كملي معانا بقى عشان توصلي للجسم او الوزن اللي انت عايزاه، وتابعي معانا عشان انا منزله في الكورس النهارده منتجات هتساعدك على شد الجلد وانت بتخسي. ما هو ده السؤال يا دكتور. لما ليلى كانت بتقول ان هي خست 4 كيلو في اول اسبوع، دكتور بليز عايزه اعرف ازاي وشنا ما يتاثرش. ازاي؟ هقول لك انا امتى وشي بيتاثر. لما اكون محرومه من كل الاكل اللي ما بحبه وماشيه على دايت عشان اخس. انا مش حرمك من حاجه، انا مش حرمك من حاجه. بتاكل كل اللي انت عايزه بس بكميات بسيطه محدودة. جدا. تديك البنزين او الباور اللي هيمشيك. ايوه. مفيش دهون زايده هتتجمع عندي او تتحول لدهون متجمعه او متراكمه في جسمي، فمخليك تاكل اللي انت عايزه. بصي عارفه الموضوع ما فيهوش اكتئاب، ما فيهوش توتر، ما فيهوش ما هو الاكتئاب بيجي لما تحرم من حاجات انا بحبها. لا. الممنوع مرغوب. نيجي بقى للفئه الثانيه من الناس اللي عندها مشكله في الحرق. ايوه. واتيفر بقى كان الحرق ده عشان نقص فيتامين دي، مقاومه انسولين، مشاكل في الغده الدرقيه، المراره، الرحم، كل العوامل دي لما بتحصل او بتجتمع بتخلي الحرق عندي في الارض. طبعا اعملي ثبات. يعني الكبسوله حضرتك برضو هي مش بس بتسد الشهيه، بتساعد على مش الكبسوله بقى، انا معايا عوامل تانية بقى. جيوش الكورس كامل. كبسولات والاعشاب والنقط. الاعشاب دي كان هي حاجه تنشيط از ديتوكسي كده، بتنشط الدوره الدمويه. دي او النقط بتتحط، النقط اللي بتتحط على ربع كوبايه ميه ممكن 10 نقط او 5 نقط على حسب الحاله اللي قدامي. طعمها طعمها حطها على كوبايه عصير على كوبايه زبادي، مش هتحس بطعمها طول ما محطوطه جوه حاجه. خدها على حاجة. اي وضع. النقط دي عارفه بقى مكنه الحرق اهو، جسمي هتفضل مكنه حرق للدهون المتجمعه والمتخزنه عندي. اوكي. هي النقط كده اللي كارنيتين، كافيين، ماديه البي بي سي، كل المواد دي مرخصه من وزاره الصحه. انا حطاها عشان تبقى سبورت او تبقى دعامه معاك لو انت ما بتقدرش تحرق دهونك بسهوله. تشتغل معاك تحفيز الحرق.
الاعشاب بتنشط الدوره الدمويه، يبقى كبسولات ونقط واعشاب. وانا النهارده نازله بعرض شهرين 60 يوم، بننزل فيهم قد ايه؟ قد ايه؟ من حوالي 15 ل 30 كيلو حسب سنك، حسب حالتك الصحيه. طب يا دكتور، هي كبسوله، هل ممكن حضرتك تطلبي منه ان هو ياخد اكتر من كبسوله حسب الوزن اللي عايزه؟ حلو قوي. بصي بقى، انا هقول لك انت الفكره ايه. هو في ارقام تليفونات موجوده على الشاشه، الارقام دلوقتي بتظهر قدامنا على الشاشه، ده ارقام الفريق الطبي. بمجرد ما بتتصل حضرتك، بتتصل او اي حد بيشوفنا عنده مشكله السمنه وعايز ينزل، بيبدا يتكلم معاه مكالمه او مناقشه ما بينهم سهله جدا، باخد منه بعض المعلومات واعرف سبب زيادته في الوزن. هي مفتوحه معلومات فقط يا دكتور ولا نطلب تحاليل؟ ما هقولك، انا لو شك في حاجه بطلب تحاليل، هتقولي له تحليل، وبعرف التحاليل وبيرجعوا لنا، بقول لهم بياخدوا كذا كذا كذا، او بوجههم ناحيه الطبيب المختص. اوكي. من عندي بديهم حاجات تحفز الحرق وتكسير الدهون، بتبقى بالظبط كانه ديناميت على الدهون. الجرعه اليوميه من الكرسي بتاعي كانه بالظبط ديناميت على الدهون، كاني مشيت ساعه ونص مشي. كورس الشهرين عندي علبتين كبسولات. طب يا دكتور، لو في ناس ما بحبوش الرياضه، مش مطالبه، ما انا بقول لك الجرعه اليوميه بمقام ساعه ونص مشي. انا بكلم الفئه اللي ما عندهمش قدره على انهم يمشوا. انا بكلم ناس عندها 50 او 55 او ربه بيت وراها اولاد، مش هتطلبي منهم ان هم يلعبوا رياضه او يمشوا في الحركه؟ طبعا هي السمنه بتاثر برضو على المفاصل، بتعالج وبتبقى حلوه قوي للناس اللي عندهم عجز شويه في الحركه، او الحركه بطيئه مخليها الحرق وتكسير الدهون عندهم قليل. وبشرة للناس اللي عندها يعني الحرق الضعيف، انا مديالك القهوه الخضراء هديه، ومديالك كريم الشد والتنحيف اللي بتدهنه يوميا برضه هديه، وكمان حقنتين للحرق لتنشيط وتسريع تحت الجلد. لا، دي عضل، عضل، دي عضل عضل، واللي بيخاف من الحقن بنكسرها على ربع كوبايه ميه او عصير. اوكي، عشان برضه في حقن تتاخد تحت الجلد، بس كده. في ناس كتير بيحذروا منها، اللي هي الايه، في حاجات تحت الجلد كده بتتاخد وكانت موضه وبعد كده ما هو للتخسيس، يا اما حقنه الحرق يا اما حقن الميزوثيرابي اللي بتتاخد دايركت في الدهون. بس دي ما فيهاش طالما انت بتحذر منها، لو هي مش معاها ترخيص وزاره الصحه. صحيح. طيب اسمحي لي بس يا دكتور، عايزين نشوف الصور اللي قبل وبعد، بعد ما يعني راحوا للدكتور ومشوا على الكورس بتاعها. اوكي، بصي بقى الفرق، شوفي منطقه الصدر، منطقه الخصر، الكرش، كله مشترك للرجاله الكرش، لان هم طول النهار بره طبعاً. وبيرجعوا يناموا فبيربوا الكرش، بياكلوا في وقت متاخر برضو، رجاله كتير بتاكل في وقت متاخر، بالمعنى العامي كش، دهونه قلت يا جماعه، الكتله الحجميه كلها قلت. حقيقي، وما زال اللي هو لابس احمر دي، وما زال لسه في المرحله ولسه. طيب دكتور، الصوره دي خلال قد ايه؟ دي خلال شهرين فقط، شهرين خس فيهم 21 كيلو. ما شاء الله، 21 كيلو خرج بره جسمي. تخيلي انا شايله شنطه دهون 21 كيلو ولسه بيخس معانا. دي مرحله، هو من كتر فرحته وانبساطه بيبعت لنا الصور. انا دايما بقول للناس صور نفسك في المرايه قبل ما تبدا معايا، وبعد اسبوع شوف في ناس نفسك. بصي يا دكتور، وبصي بقى دي تحفه، كبير قوي، دي 35 كيلو ما شاء الله. خلال قد ايه يا دكتور؟ 35 كيلو خلال 3 شهور ونص، يعني تكميل، لا تكميم ولا نحت ولا هتقدر تطلع 35 كيلو مره واحده من جسمك. حالات، بصي، لا مضاعفات لا اثار جانبيه، الحمد لله. انا ببقى مطمنه جدا ان انا في ايدي او ادوات فيها ترخيص، ما بقاش خايفه وانا بتعامل مع جسمي انسان. حالات كتير قوي هجيبها لك باذن الله الحلقات الجايه. أكيد. حلقات لا في مضاعفات ولا اثار جانبيه، بس اتبع التعليمات اللي هيقولها لك الفريق الطبي، ومنزلها عرض النهارده كورس شهرين 60 يوم. أوكي. بنزل فيهم، لو انت حرقك ضعيف قوي 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 15 كيلو في 60 يوم، لو انت حرقك عالي سنك كويس مفيش مشاكل صحيه، ممكن ناس توصل ل 30 كيلو في الشهرين دول. هي اكتر حاجه مشجعه صراحه، يعني التصريح من وزاره الصحه، عشان ناس كتير بيقول لك انا بيحصل عندي من الكافيين الحاجات دي ضربات قلب. طبعا في حاجات بنشوفها، منتجات تانية بيعانوا، مفيش كورس واحد عندي، ده كورسات متنوعه، ده كل مختلفة. حد حسب بالزبط. حالته، حسب حالتك الصحيه، حسب سنك، استجابتك للعقار، هتلاقي الكورس المناسب اللي هيجيب معاك نتيجه من غير مضاعفات ولا اثار جانبيه. صحيح. طيب يا دكتور، معانا كمان مداخله. الو السلام عليكم. مساء النور. مساء النور يا فندم.
اتفضلي انا كنت عايزه استفسر بس عن حالتي. اتفضلي دكتور معاكي. هو اتفضلي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيبتي؟ مين معانا؟ دينا يا فندم. لينا؟ دينا. دينا اتفضلي يا دينا. الدكتور معاكي يا دينا. هو انا عندي وزني 90 كيلو تمام، وعندي 30 سنه تمام. هو انا الفتره اللي فاتت دي كان جسمي مظبوط، يعني كان طولي مع جسمي كويس قوي، بس الفتره دي بقالي شهر كده جسمي يعني ما بقاش الهدوم تدخل فيا، ما بقاش متظبط، شكله مش حلو. معلش يا دينا انا اسفه، وزنك كام؟ 90. 90 وعندك 30 سنه، بتقولي من فتره كنتي كويسه، يعني الفتره دي قد ايه؟ كام سنه؟ كويسه. كام سنه تقريبا؟ لا هو من فتره يعني من شهرين كنت شايفه نفسي كويسه، بس اكيد دخلت بقى في رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير فزادت في الوزن، لقيت الهدوم ما بقتش داخله فيها. صح كده؟ يعني كان وزنك قد ايه يا دينا؟ اصل هي بتقول لك ان هي كان شكلها مناسب كويس، ودلوقتي حست ان الهدوم مش داخله فيها. اوكي طيب، ممكن انصحها بايه يا دكتور؟ بصي بقى، اولا ما اقدرش انصحها بحاجه دايركت عشان انت ما بتعرفيش برضو، انا لازم اخد منها المعلومات اللي هتساعدني عشان اختار لها الكورس المناسب اللي هيجيب معاها نتيجه. طيب عشان كده يا دينا ولاي حد بيتابعنا، الارقام تظهر قدامنا على الشاشه عشان لو عايزين نتابع مع الدكتور. الارقام كده. اهو قدامنا خلاص على الشاشه. طيب دكتور، في حاجه مهمه جدا، احنا خسينا ايوه، بعد كده عايزين نعرف، في ناس زي ما قالت ليلى ممكن يحصل شويه ترهل. بالظبط، عشان كده حضرتك بتقولي ان هم لازم يستخدموا الكريم او بالظبط عشان كده الكريم ده بيوفر لهم، عارفه، نضاره وحيويه للجلد. عارفه لما بيحصل سيلوليت وستريتش ماركس سيلوليت وبيحصل للجلد تهدل ترهل، حاجه اسمها ساجنج تمام للجلد، لازم الدهون تفقدتها، والدهون دي دعامه سبورت، عامله دعامه للجلد، فقدتها الجلد هيحصل له الساجنج او الترهل ده. صحيح. اعالج ده بازاي؟ اني انا اغذي الجلد وقت ما انا بخس، بديك الكريم اللي هو بميه الذهب، الكولاجين، الالوفيرا، الجليسرين، وفي الكارنيتين، وفي كافيين، كل المواد ده بتشد لي الجلد. أوكي. بتمنع ظهور السيلوليت والخطوط التمدد والتفتيق اللي بيحصل للجلد اثناء فتره التخسيس. فانا أوكي. بساعدك انك تحسن مظهر جلدك وانت بتخس، ما يبقاش شكل ظاهري فقط، ولكن لما اجي ابص لنفسي في المرايه ابقى مبسوطه فرحانه. صحيح. مش متضايقه. طيب دكتور، عارفين انه خلاص مصرح بالكبسولات دي من وزاره الصحه، هل الحوامل يقدروا ان هم يستخدموه؟ لا no. بعد ما 6 شهور رضاعه، بعد ما تخلص الرضاعه تعالي لنا بقى، تعالي لنا بقى، خليكي سيف، انا مش عايزه ينزل للبيبي اي حاجه، اي حاجه حتى لو طبيعي، ياخد بس لبن امه وست شهور. يعني لما بتبدا تدخل له الاكل من بره، بره ابداي بقى اتبعي معانا واتصلي بالفريق الطبي، هتلاقي الكورس المناسب لبعد الولاده من بعد 6 شهور. من بعد 6 شهور عشان برضه بتجيلنا اسئله انه لا، والحمل ممنوع بعد الرضاعه. بالزبط. طب عايزه نصيحه من حضرتك للناس اللي مش عايزه احافظ على وزني، حافظ على يعني وزن. انا بالنسبه لي ما باكلش بالليل، عايزه نصيحه من حضرتك للناس بقى اللي بتاكل بالليل. ايوه، للناس اللي بتاكل بالليل، خصوصا الرجاله جدا، الرجاله دي لازم يموتوا في الاكل بالليل، الرز والمحشي جدا بالليل. مستحيل. طيب عادي، خد الكبسوله الصبح وارجع بالليل، ما تقولش يا جماعه انا عامل دايت، اهم حاجه ما تقولش انا عامل ريجيم، انت مش هتعمل ريجيم ولا هتعمل دايت، شوف هتقدر تاكل وقابلني لو كلت. عندك مشكله في الشهيه المفتوحه، عندي كبسولات تقفل الشهيه ومن اول يوم. طب انت مشكلتك في الحرق الضعيف لاي سبب كان، ما بتقدرش تحرق، ما بتقدرش تنزل بسهوله، هتلاقي المنتجات اللي بتزود وتسرع معاك الحرق زي النقط وزي الاعشاب. مديالك النهارده كورس الشهرين مكون من علبتين من الكبسولات وعلبتين من الاعشاب وعلبتين من النقط لتسريع ونحت المناطق الصعبه في الجسم زي الكرش والارداف. وعشان مختص الناس اللي عندها مشكله في الحرق، لان دول اصعب من الناس اللي شهيتهم عاليه. صحيح طبعا. بزود القهوه الخضراء كهديه، وحقنتين للحرق، بتاخد حقنه كل شهر بتشغل معايا الحرق، وكمان كريم الشد والتنحيف انا بنادي بيه لكل ست عايزه تحافظ على جلدها مع التخسيس. والكورس ده انا منزله عليه طبعا خصومات عاليه، والارقام جدا برضو من ارقام التليفونات تظهر قدامنا على الشاشه. بالزبط. لاي حد عايز يتواصل مع دكتور هبه العوض دي اللي كانت منورانا النهارده، شكرا جدا للنصايح بتاعت حضرتك، وان شاء الله هنتقابل تاني. شكرا لذوقك.
خلوني دلوقتي هقول لكم باي باي، هختم وان شاء الله هشوفكم بكره في حلقه جديده من فيس اوف. باي باي.